أصدقائي في قناة العافية التقنية، أسعد الله أوقاتكم في كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم، أدامه الله علينا بالصحة والعافية، وأعان الله على صيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بخير. طبعا رمضان، وما أجمل رمضان، كل شيء برمضان كتير حلو. الله بيفتح لنا الأبواب، وبيفتح لنا أبواب الرزق، بيفتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة. فخلينا نستغل رمضان بالدعاء وبالصلاة وبالقيام وبالصيام. لذلك بهذا رمضان يعني شوي حنكون بعيدين عنكم، لأنه بتعرفوا هذا رمضان لرب العالمين. هذا رمضان طول السنة الواحد يعني ما في حدا ما بغلط، فالواحد هذا رمضان بحيث إنه يكون على يقعد بينه وبين ربه، يحاول يعني يستغفر، ما يضيع وقته كلياته بالتطبيقات، يعني هيك وهيك. ولكن خلي كل وقتك يعني 70% لوقتك لرب العالمين، لأنه هالشهر الوحيد اللي بالسنة اللي رب العالمين بغفر لنا وبفتح أبواب الرزق إن شاء الله لنا وللجميع. المهم، من فترة صغيرة أنا كنت حاكي في وحش مبيذ قادم. تمام. الوحش هذا أصدقائي ما بعرف إذا حدا شيك، ولكن لاحظنا أو أنا لاحظت أنا كأبو لارا إنه كتير ناس تشتغل على تشات جي بي تي، تمام، وكتير ناس تستخدم شات جي بي تي، وكتير ناس عندها تشات جي بي تي ما بيشتغل. لذلك وجدنا لكل حل أصدقائي غير الحل إنك أنت تفتحه بالدول المحظورة. صار فيك صديقي هلأ عملنا لكم شات جي بي تي خص نص، زي ما بيقولوا اخواننا السوريين، خص نص للي بيشتغلوا على موبيزي. طبعا للكل، هو هذا اللي عملته انا للكل، ولكن خص نص للي بيشتغلوا على موبيزي، بحيث انك انت تطلب منه وصف، تطلب منه كود، تطلب منه شو ما بدك. طبعا كلياتنا بنعرف شات جي بي تي اللي هو خلينا نقول الذكاء الاصطناعي الضخم الرائع الجميل. طبعا هذا التحديث يعني احنا كل فترة بفترة ان شاء الله حننزل تحديث للتطبيق، ولكن النسخة الاولى من التطبيق صارت نازلة يا اصدقائي، اللي هو هذا هو وحش مبيزي اللي كنت احكي عنه. وانا تأخرت بالاعلان عنه لانه كنت بستنى لحتى شوية ارشف بجوجل، وفي بعض التحديثات ناطر بس لجوجل يوافق عليها، لأنه جوجل شوي مخنزر هالأيام، سوري من هالكلمة، ولكن مغلبني كتير كتير. عم برفض كل ما ابعت له تحديث برفضه، فعم بحاول أشوف كيف بدنا نبعت تحديث للتطبيق. ولكن النسخة الأولى من التطبيق موجودة، صارت على جوجل بلاي يا أصدقائي. لو بتروح على جوجل بلاي اكتب بوبيزي جي بي تي، لو ضغطنا عليها بيطلع عندك هذا اول واحد. طبعا بتحمله انت، بعد ما تحمله بتضغط اوبن، بتطلب منه، بتقول له مثلا كان يو جيف مي مثلا فول ديسكريبشن اوف رمضان اب. تستنى عليه شوي، بتضغط، ضلك تستنى شوي لانه هو عم بيجيب المعلومات من الشات جي بي تي نفسه او من اوبن اي اي. فهاي هي الوحش هذا اللي كنا عم نحكيكم عنه اصدقائي، انه صار فيك هلا تحمل التطبيق وتطلب منه اي شيء بدك اياه، وبيجيب لك اياه على طبق من الماس. يعني شوف، انسى اول شيء بقول لك اياه، ولكن شوف هو اعطاك الوصف كامل متكامل يا اصدقائي. شوف ما احلام التطبيق، بتعمل نسخ وبتروح بتحطه على جوجل بلاي، او بتعمل له شير، بدك تعمل له شير، بتعمل شير للنسخ، او بدك تسمع شوف شو بحكي لك. طبعا هو علق شوي هون صف عندك انت بتسمع شو، او مثلا انت بدك تحكي له بكلام، قول له لموبيزي جي بي تي مثلا، نقول له while using application، نعمل
هيك هو عم بسمع شو انت عم تحكي. نستنى شوي. نستنى شوي ليأخذ المعلومات. هذا هاي النسخة الأولى، فإحنا عم بدنا يعني عم نعمل نسخة جديدة إن شاء الله، بس ليوافق عليها جوجل. شوف رجع أعطانا إياها. رجع أعطانا نفس الوصف، تمام. فهو عندك خصائص أنت، فأنت فيك كمان تعملها، ترجع تقول له أعطيني نفس الوصف، بده يرجع بتعيد بتقول له أنا بدي نفس الوصف. ففي خيارات كتير كتير للتطبيق، بتمنى. فكتير كتير ممتاز جدا، فتطبيق رائع بكل معنى الكلمة، تطبيق جميل بكل معنى الكلمة. فهذا هو اللي كنا إحنا ناطرين نعلن عنه يا أصدقائي، بحيث إنك أنت صار فيك مثلا تكتب له، قول له للمعلم الجي بي تي، موبيزي جي بي تي، قول له Can you give me image code، نضغط كود HTML، حط يجيب لنا المعلومات. طبعا هاي النسخة الأولى، احنا هلا بصدد هنعمل نسخة تانية. شوف هو هون بشرح لك، أعطاك كود مثلا، أنت بدك شو ما بدك، مثلا بتقول له مثلا Can you مثلا tell me story of cat مثلا. طبعا هون انا اتقصدت افرجيكو هاي الشغلة. لما تضغط هيك بقول لك watch at and get balance، لانه احنا بتعرفوا الاوبن اي اي او تشات جي بي تي هي عبارة عن كود بتاخده من موقع تشات جي بي تي، فهذا بكلف. فلما بدي يكلف احنا كمان لازم نغطي التكلفة. فحطينا احنا بعد محاولتك لاربع او خمس مرات انك انت تطلب اعلان، تشوف اعلان مكافأة، فلو ضغطنا هيك حيقول لك watch add and get balance. بالنسخة اللي انتو عم بتشوفوها هلأ طبعا هي هتختلف شوي عن هاي، ولكن نفس الفكرة، انك انت بس تضغط هيك بتقول له watch لازم تشوف اعلان المكافأة كامل. لاحظ هون اعطاك خمس مرات تشيك انت على تشات جي بي تي، بتحطه بتقول له Can you tell me story of cat مثلا. نستنى شوي. نستنى بس يحمل لياخذ المعلومات من الشات جي بي تي. اتمنى اكون فدتكم بهالتطبيق. شوف 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 محلاه، شوف يا سلام يا سلام عليك يا شات جي بي تي، ما اجملك. قل له مثلا Can you give me five free pictures without copyright، free pictures websites without copyright. يعني انا بدي خمس مواقع بدون حقوق ملكية. يلا يا شات جي بي تي فرجيني اياها او اعطيني اياها. بنحط طبعا راح يكون في اعلان طبعا. يا سلام يا سلام، شوف كيف اعطاكوا اياها. انسبلاش، بيكسل، بيكسيباي، جيوتسيوغرافي، بيرست باي شوبيفاي. فهاي هي قوة الشات جي بي تي، احنا جبنا لكم اياها يا اصدقائي اللي بيشتغلوا على موبيزي. صار فيك تحمل التطبيق من متجر جوجل بلاي، فقط اكتب موبيزي جي بي تي وبطلع عندك اول واحد بتحمله يا اصدقائي. بتمنى بتمنى انه تعبي ما يروح السدى، رجاء 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 ورجاء حار اصدقائي، حطوا لي تقييم للتطبيق وما تجيبوا سيرة ابو لارا كأنكم عم تحكوا مع واحد غريب. حطوا نايس اب، فيري نايس اب، وندرفول اب، اكتبوا شات جي بي تي، ذا موست بيوتيفول شات جي بي تي اب، فيري جود اب، اتراكتيف اب، جود اب،
جود جوب، اي شيء اي شيء اي شيء حطوا ريفيو للتطبيق، لانه والله تعبت فيه وكلفني لحتى جبت لكم هيك تطبيق، فانا بدي بالمقابل منكم انكم تحملوا التطبيق وتحطوا تقييم للتطبيق. اتمنى واترجاكم اترجاكم تحملوا التطبيق وتحطوا تقييم للتطبيق. ما بدي شيء منكم، انا عملت هذا الشيء مساعده لكم، للناس اللي عندها حظر، الناس اللي ما قادر استخدم جات جي بي تي وما قادر تفوت على عمليه انه تفوت وتحمل زي الفيديو اللي مره اللي عملته على اللي هو تبع اللهم صل على سيدنا محمد تبع فتح شات جي بي تي بالدول المحظوره. هيك جبنا لكم الحل، صار شات جي بي تي موبيزي جي بي تي نازل على جوجل بلاي، حمله يا اصدقائي واشتغل فيه اللي بدك اياه مجانا، ما بدنا منكم شيء. اللهم انه كل ما يخلصوا عندك الكريدت هون بطلع منك انك انت تشوف اعلان، وهذا شيء عادي جدا، يعني اي تطبيق بتلاقيه بطلب منك تشوف اعلان وهذا شيء بسيط جدا. فاحنا بدنا منكم تحملوا التطبيق، صار جاهز، صار موجود على جوجل بلاي، فموجود على جوجل بلاي. انا ما احط رابط التطبيق حاليا، احطه بعدين عشان تقييدات ادموب، عشان ادموب ما يقول زيارات غير صالحة وزيارات غير شرعية، لانه بصراحة بصراحة جوجل هاي الايام كتير شديد، كتير 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 شديد. وبتعرفوا احنا جاي عنا ازمة وعن حكيت فيها كتير، وجاي ازمة على كل الشركات وعلى كل العالم وعلى جوجل حتى نفسه جوجل، فشديد جدا جدا جدا. باي حدا بخالف تعليماته، باي حدا بخالف سياساته حيحذف الحساب، وانا ما نقصني حذف حسابات لانه بتعرف موضوع حذف الحسابات اغلب. فالمهم عشان ما نستطرد كتير، صار تطبيق موبيزي جي بي تي جاهز يا اصدقائي. كل اللي عليك تروح على جوجل بلاي وتكتب موبيزي جي بي تي، يعني حتى لو كتبت موبيزي، خلينا نجرب نكتب موبيزي مثلا، هيطلع معنا اكيد باللائحة. لو نزلنا لتحت ننزل نعمل مور سيرش، ننزل نستنى ليحمل. هو لانه مش متأرشف، لانه بعده التطبيق جديد، فعشان هيك انا بدي مساعدكم بحيث انه التطبيق يتأرشف ويتصدر نتائج البحث يا اصدقائي، فساعدونا بهالموضوع بحيث انه التطبيق يتأرشف على جوجل بلاي. فشايفين انا عم بدور عليه فلساته بعده مش متأرشف بجوجل بلاي، فهاي المشكلة انه لساته بعده مش متأرشف. مع انه من فترة كتبت موبيزي وطلع لي، ولكن خلينا نتأكد اكثر، افضل نتأكد. فانوي انتو ساعدوني بهالموضوع، ادخلوا على جوجل بلاي اكتبوا موبيزي جي بي تي بحيث مشان يتصدر ويتأرشف بنتائج البحث، و لانه ما عليه تحميلات كتيرة لسه، فهيك انتو بتساعدوني وبتأرشف التطبيق في نتائج البحث يا اصدقائي. فهاي هي اصدقائي الفكرة، انه احنا عملنا لكم تطبيق رهيب رهيب جدا، بحيث انك انت مجرد ما تكتب موبيزي جي بي تي حيطلع عندك التطبيق في اول نتائج البحث، او مثلا هذا ديد يو مين موبيزي جي بي تي، خلينا نشوف اذا حيحطه ولا لا، نشوف هيك. نستنى شوي، انا عندي مشكلة بالتليفون، هلكني فانيوي مشان ما نطول كتير بالفيديو والناس تسب علينا، الفكرة انك انت ساعدوني بهالموضوع. انا جبت لكم التطبيق جاهز، بس عليك تفتح موبيزي جي بي تي، تروح على جوجل بلاي وتحمل التطبيق يا صديقي وتستخدمه وقت ما بدك، واي شيء بدك اياه بتطلب منه. ممكن في ناس حتواجه مشكلة بموضوع انه
ما بعطيكم وصف بشكل كامل. ليش؟ لانه هو لساته عم باخذ الداتا من موقع الاوبن اي اي وليس من الشات جي بي تي نفسه، ولكن نفس المعلومات تاخذها من نفس موقع الشات جي بي تي، هو نفس المعلومات تاخذها ولكنه ليس داتا كامله، بسبب انه لساته شات جي بي تي اي بي اي او كود شات جي بي تي بعده مش نازل على الموقع بشكل رسمي. مجرد ما ينزل ان شاء الله حنعمل له تحديث. فهذا هو صاروخ موبيزي يا اصدقائي، هذا هو صاروخ اللي كنا عم نحكي فيه. صار فيك تحمل التطبيق اسمه موبيزي جي بي تي، اكتب على جوجل بلاي موبيزي جي بي تي. انا ما احط الرابط حاليا، بحط الرابط ان شاء الله خلال شهر شهر ونص بس ليتارشف واشوفكم ساعدتوني بموضوع تقييم التطبيق. كل عليه منكم يعني اعتبروها هدية رمضان، مثل ما انا اعطيتكم هدية رمضان انا كنت ناطر بس يبلش رمضان لأعطيكم هاي الهدية، حيث انكم انتو تعملوا تطبيقات، عم تعملوا تطبيقات على رمضان وبفيدكم كتير 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 كتير، بحيث تكتب له اعطيني وصف لتطبيق رمضاني، اعطيني وصف لتطبيق قرآن كريم، اعطيني وصف بالانجليزي طبعا. ليش؟ ليش ما بعرف بالعربي، انا ما جربت، ولكن احنا دايما نفضل انك انت تحط وصف بالانجليزي حتى لو كان تطبيقك عربي، لانه مهم جدا مهم جدا انه الاجانب يحملوا التطبيق وتاخذ تكلفه ظهور عاليه جدا. جربنا له مثلا اكتب لي وصف عن تطبيق رمضان مثلا، خلينا نجرب. انا جربت مره بس خلينا نشوف شو بيعطينا. طبعا هو حيتاخر لانه انا كتب له بالعربي، فخلينا نشوف شو بيعطينا. وتاخر الفيديو كتير وانا بعرف الناس هلا بلش تسب علي. خلينا نجرب نشوف بالعربي اعطانا اياه ولا لا، مشان ما يتاخر الفيديو. بستنى اياته والله اعطانا. ها يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا شات جي بي تي، يا سلام عليك يا سلام عليك يا صديقي، واعمل نسخ وحطه عندك بالوصف وتوكل على الله، وصار فيك تستخدم شات جي بي تي بكل سهوله يا اصدقائي. بتمنى تفوتوا على التطبيق وتعطوني تقييم جيد جدا او تقييم ممتاز، وتقولوا لي شو رأيكم بالتطبيق وهل فدناكم بالتطبيق وصار فيكم تستخدموا شات جي بي تي او موبيزي جي بي تي او موبيزي شات جي بي تي. بتمنى نكون فدناكم، نلقاكم على خير ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير، وهي هدية رمضان مني لكم يا اصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.